وانا بسمع دلوقتي من الجمهور ومن الفانز بتوعي ومن الفانز بتوع غاده انه الناس بتحبنا سوا، يعني دايما اسمع انتوا في بينكم كيميا، لما بنلاقيكم مع بعض بنحب نتفرج، بنبقى عارفينكم عاملين حاجه حلوه، في بينكم تفاهم، بنحس على الشاشه انكم حقيقي بتحبوا بعض وحقيقي اصحاب. فهو طبعا في 18 سنه تاريخ شغل انا وغاده مع بعض، احنا بدانا سوا اشتغلنا مع بعض يعني سنين، واشتغلنا مع بعض اعمال كتير، اشتغلتوا في المسرح، اشتغلنا كتير مع بعض، بالظبط حودة كرامة، اشتغلنا مع بعض كتير واشتغلنا مع بعض حاجات ناجحه، فخلاص بيحصل يعني تفاهم كيمياء. بفهم غدا من عينها، يعني بفهم وهي ساكته، بفهم وهي هتعمل ايه الخطوه الجايه، وهي نفس الحكايه، يعني عندنا توقع لبعض يعني تقريبا 100%، يعني 100%. بس انا طبعا ببقى مبسوطه جدا وبنشتغل مع بعض، لانه غدا ممثله كبيره جدا وممثله مهمه جدا، مش شهادتي يعني ده يعني وضعها فنيا، فلما بتشتغل معاها انت بتجيب سقف في حاجات كتير، يعني بتبقى عايز تبقى بتتنافس احسن حاجه تقدر تعملها، لانه في ممثل مهم انت بتشتغل قدامه، وبالتالي بيبقى في روح حلوه جدا في الشغل، تبقى انت عمال تفكر. يعني انا فاكره انه مره انا وغاده كنا في مسلسل سبق الاصرار وكان عندي مشهد صعب، فدخلت لها الكرفان قبلها، فقالت لي مالك، قلت لها بفكر، ما نمتش من امبارح بفكر في المشهد، فدخلنا يعني متصور بقى الحلقه، قالت لي لا هيتعمل كويس ما تخافيش. فانا قعدت اشحن للمشهد ده مثلا بتاع ساعه الا ربع، وهي قاعده قدامي ساكته خالص، انا فاكره المشهد ده ساكته خالص، ما اتكلمتش، قعدت عامله كده، لدرجه كان في صوت في الاستوديو حوالينا، الناس بتظبط الاضاءه والتجهيزات، فقلتهم بس بصوت واطي كده، بس عشان انا قاعده بحضر نفسي للمشهد ده، وفعلا طلع مشهد عبقري يعني. فالحمد لله طبعا في كيمياء بيني وبين غاده، وطبعا انا بحب الشغل معاها، وطبعا احب دايما كل فتره يعني اقابلها، لانه ده بيفرق معايا جدا. طيب يعني واضح في تفاهم يعني بينك وبين عبير.